الآن نشتق معادلة ثانية، أي العدسات. طبعا هنا ناخذ الصيغة العامة للعدسات اللي هو، لو صعدنا فوق، الصيغة العامة للعدسات اللي هو 1 إلى S بلس 1 إلى S تساوي N ماينس 1، 1 إلى راديوس 1 ناقص 1 إلى راديوس 2. وخلينا الأوبجكت، إذا خلينا الأوبجكت بالفوكال لينث مال العدسة، بالفوكال لينث الإيمج مالته وين حيكون؟ الإيمج حتكون في المالا نهاية. بنعوض عن الـ S بالفوكال لينث، والايمج بعد الصورة حنعوض بالانفينيتي لان الاوبجكت بالفوكال لينث، فالايمج مالته حيكون في المالا نهاية. فنحصل طبعا هذا الجزء حيختفي في المعادلة، حيصير 1 الى اف 1 الى فوكال لينث يساوي معامل انكسار ماينس 1 1 الى راديوس 1 ناقص 1 الى راديوس 2. هذا يسمونه صيغة صانعية العدسات، معادلة صانعية العدسات، لينث ميركورز فورمولا. هسه حاليا نيجي، طبعا اذا قارنا بين المعادلة الثانية، معادلة صانع العدسات ومعادلة العامة للعدسات، نحصل على الصيغة العامة للعدسات، 1 إلى بعد جسم زائد 1 إلى بعد الصورة يساوي 1 إلى الفوكال لينث مال العدسة. ها هي تين لينز فورمولا، الصيغة العامة للعدسات 1 إلى بعد جسم زائد 1 إلى بعد الصورة يساوي 1 إلى الفوكال لينث. الآن ناخذ التكبير للعدسات. لو كان عندنا جسم اوبجكت ارتفاع واي امام العدسه محدبه، طبعا يسقط منه شعاع، شعاع موازي للمحور، طبعا سوف يقطع السكندري فوكال لينث في نقطه معينه، وشعاع موازي يقطع مركز العدسه، فيتقاطعون شعاع في نقطه معينه هو موقع الايمج مال هذا الاوبجكت. الارتفاع هيكون واي داش، وبعده عن العدسه ايمج اس داش. ارتفاع الاوبجكت واي وبعد عن العدسه اس، بيناتهم هاي زاويه ثيتا، هذني مساويات المحور. طبعا معادله التكبير عندنا اللي ام يساوي ارتفاع الصوره الى ارتفاع الجسم، الام اسمه هو التكبير يساوي واي داش على واي. فرجعنا الى المثلثين الكيو ام او، رجعنا للمثلثين Q M O، الظل مالته يساوي لي Y على S، والمثلث طبعا ويساوي تان ثيتا اللي يساوي لي، طبعا الإشارة حقي أخذ سالب لأنه تحت المحور، ناقصا Y داش على S، ناقصا Y داش وهو مساوين، يعني التان يساوي Y على S ويساوي ناقصا Y داش على S. بما أنه التكبير يساوي لي Y داش على Y، طبعا الاشاره السالب اجتنا ان الصور بالاسفل المحور، في وسطين في طرفين نقدر نحصل على التكبير ناقصا اس داش على اس، بعد الصوره الى بعد الجسم، او يساوي ناقصا واي داش على واي، ارتفاع الصوره الى ارتفاع الجسم. نيجي قوه العدسه، البعد لينز مال العدسه. قوه العدسه هو يساوي 1 على اف ويساوي 1 على اس بلس 1 على اس داش. الباور قوة قدرة العدسة يساوي 1 على فوكال لينث، طبعا هنا الفوكال لينث ناخذها بالمتر، من ناخذها بالسنتيم بالحسابات السابقة، دائما نحسب الباور مال تندنسز ناخذها بالمتر، نحول الفوكال لينث والاس والاس داش نحولها من سنتيمتر الى متر. يلا نحسب قوة العدسة، العفو قدرة العدسة الباور. طبعا هسه انهي هاي المحاضرات وتحول الى حل المسائل. شكرا.